بتذكر الثورة الصناعية لما قامت غيرت وجه المجتمع واستغنت عن يد عامل كتير، يعني تحولت كتير من الاقتصاد، تغير وجه الاقتصاد، تغيرت وجه الدنيا يعني بالثورة الاصطناعية. هل يا ترى نحن اليوم قدام ثورة تانية هي ثورة الذكاء الاصطناعي اللي كمان راح تأثر على اليد العاملة البشرية؟ هل يا ترى راح نخسر 300 مليون فرصة عمل على مستوى العالم بالنسبة لسيطرة الذكاء الاصطناعي؟ يعني هذه أسئلة مهمة ولازم نفكر فيها. كل تقدم له وجهين، الوجه الإيجابي اللي هو المساعدة على السيطرة على المعرفة وعلى العلوم ويأخذنا بمزيد إلى الأمام، وأحيانا ما بنعود يعني إلى اللحم لازم نفكر فيها ونفكر كيف ممكن أنه نحن، طبعا مش نحن على مستوانا، على مستوى البشرية، أنه كيف تضل قادرة تسيطر على الذكاء الاصطناعي وتضل قادرة تتحكم فيه ما يتحكم فيها.